مباشرة نذهب إلى حيث ما تحدثنا حوله قبل قليل، والكلمة التي وجهت من قبل نقابة قطاع القاعات وشركات الحدث إلى دولة رئيس الوزراء. مباشرة ينضم إلينا المتحدث الرسمي باسم النقابة السيد طلال التميمي. أسعدت صباحا بكل الخير سيد طلال. صباح الخير إلى كل الجميع. أهلا وسهلا بك. يعني لربما النقاط واضحة، وبصراحة يعني كان هنالك رسالة فحواها تدل وتقول أننا نحن في قطاع النقابات والقاعات بالتأكيد كنا ملتزمين، ولكن ما الذي حدث سيد طلال؟ نعم، إحنا أردنا التوضيح بسبب أنه لتوضيح للمجتمع بأكمله ولا الجميع بانه احنا ملتزمين من بداية الاغلاق، حتى ما قبل الاعلان عن الاغلاق احنا اعلننا بشكل واضح بانه تم اغلاق القاعات في كافة الاراضي الضفة الغربية تجنبا لانتشار الوباء والحفاظ على كامل المجتمع. نعم. وكانت هذه الخطوة منا واعلنت من مبنى محافظة الخليل بوجود عطوفة المحافظ أخونا أبو صالح، وكانت خطوة كنا قنعانين بشكل تام فيها لتجنب أي إصابة من القاعات لدينا. طبعا القاعات الملتزمة تحت إطار النقابة، سواء في حدود السيطرة الفلسطينية وبعض القاعات خارج حدود السيطرة الفلسطينية. نعم، أنت ذكرت أيضا وجاء في بيان النقابة بصراحة أنه الإصابات يعني ما كانت من القاعات، لم تسجل إصابات في القاعات، لكن دولة رئيس الوزراء يوم أمس الدكتور محمد شطية قال 82% من الإصابات هي من الأعراس. هل قصد الأعراس التي حدثت في الأماكن العشوائية في الشوارع مثلا، أم يقصد أيضا من ضمنها القاعات؟ نعم، من أجل ذلك أردنا التوضيح. إحنا في قاعاتنا في داخل حدود السيطرة الفلسطينية لم تسجل إصابات من داخل القاعات الملتزمة ضمن البروتوكول الصحي الموزع على كامل القطاع. نعم. ولكن القاعات اللي كانت خارج حدود السيطرة الفلسطينية والتجمعات العشوائية بغض النظر من مناسب من أفراح أو غير أفراح كانت سجلت منها هذه الإصابات. نعم. طب يعني ما الذي تودون إيصاله بصراحة؟ يعني هل تتوقعون مثلا أن يكون هنالك ربما استثناء لبعض القاعات الملتزمة بروتوكوليا، خاصة وأن كان هنالك مطالبة من قبل الحكومة الفلسطينية بتبني ميثاق شرف لعدم عقد الأعراس وللحيلولة دون التجمهر والأعداد الكبيرة بين المواطنين؟ إذا يعني هل تتوقعون عودة الأمور إلى مجراها ضمن إجراءات السلامة، أم لربما سيكون القرار بصراحة مختلف تماما عما تطالبون به؟ إحنا لن نكون إلا في سلامة شعبنا أولا، ولكن في حال إن شاء الله بدأ هذا الفيروس بالانتهاء وبدأ هذا الفيروس بالحصار، إحنا نتأمل من الحكومة والجهات المختصة النظر لهذا القطاع بعين الاعتبار، بحيث انه هذا القطاع من بداية السنة، او خليني اقول انه هذا القطاع من شهر 11 في 2019 هو لا يعمل، لانه عمليا احنا تمنا ندخل على مرحلة الشتاء، معنى ذلك القطاع يتوقف وبيبدأ عملنا من شهر 3. نعم. اي بمعنى انه من بداية ما بدأ ظهور الفيروس، يعني عمليا انه احنا من قبل بداية السنة هذه القطاعات لا تعمل. احنا قطاع من قطاعات الوطن المهم، يعمل من خلال هذا القطاع سلسلة كبيرة من القطاعات الاخرى. كل مناحي الحياة تقريبا مربوطة في هذا القطاع، من طباخين ومربيين مواشي و كلها سلسلة متواصلة مع بعضها كلها البعض. سلسلة متواصلة مع بعضها البعض. احنا بالبداية نتمنى السلامة ولا نكون الا في سلامة
شعبنا ومواطنينا. نحن نتمنى بالتأكيد السلام، ونتمنى أيضا الالتزام سيد طلال، لأنه أيضا الآن ضمن مسؤول الطب الوقائي لصوت فلسطين في هذه اللحظات كان قد أكد أنه لم يكن هنالك التزام كما يجب خلال الأيام الماضية، وخاصة في المناطق الساخنة في الخليل. يعني على ما يبدو أن الأمور اجتمعت جمعاء بشكل كامل متكامل ضمن حلقة أيضا كاملة أدت لوقوع مثل هذه الإصابات. يعني نحن لا نعول فقط على الأعراس بصراحة، نحن أيضا نقول المخالطة وعدم الاكتراث واللامبالاة والمشكوك بأمرهم أو المشتبه بإصابتهم كانوا يتجولون ويقومون بالاختلاط مع بقية المواطنين، وبالتالي أسباب كثيرة أدت إلى تزايد الإصابات في مناطق مختلفة. لكن يعني ضمن القرارات، هل سيتم الانصياع لكافة القرارات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بصراحة والإغلاق وعدم إقامة الأعراس في القاعات مثلا؟ نعم، احنا مع التزام الكامل بالقرارات الصادرة من قبل الحكومة، ونحن بالتعاون الكامل مع كل قرار يصدر من الحكومة في سلامة شعبنا. لن يكون هناك فتح للقاعات في كامل الأراضي الضفة الغربية تجنبا للاختلاط وتجنبا لانتشار هذا الوباء إن شاء الله رب العالمين. نعم، نأمل السلامة كل السلامة، وبالتأكيد نتمنى إن شاء الله لأهلنا الكرام في الخليل وفي مختلف المناطق الصحة والعافية. المتحدث باسم نقابة القاعات وشركة الحدث، شكرا جزيلا لك السيد طلال التميمي، انضم وإيانا معقبا على البيان الذي كان قد صدر والتوضيح ووجه إلى الحكومة الفلسطينية.